بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله طريقة تدميس الفول. عندنا كيلو الا ربع فول، وهنحط عليهم حوالي نص كوباية قمح، وهنقلبهم مع بعض كويس، وهنغطيهم بالمية وهننقعهم لمدة 24 ساعة. دلوقتي بعد ما الفول اتنقع معانا لمدة 24 ساعة، حطيناه في طبق غسيل الرز او في طبق عادي، وهنسيب المية عليه حوالي 3-4 دقايق لحد ما المية تنزل منه خالص، وهنصفيه من المية. دلوقتي هنجهز الخلطة بتاعت التدميس. عندنا معلقتين عدس أصفر غسلينهم، وجزراية مبشورة، وطماطماية مقشرينها ومقطعينها بشكل عشوائي، وليمونة شقينها من النص، وعروق كرفس أخضر. دلوقتي هنجيب القدرة بتاعت التدميس، هنحط في ربعها الفول مع القمح، وبعد كده هنحط الخلطة عليها، وبعد كده هنحط بقية كمية الفول، وبعد كده لازم ندكه بإيدينا كويس قوي، وبعد كده هنغطيه بالماء. دلوقتي هنولع البوتاجاز على نار هادية قوي، وهنحط القدرة، وهنحط الغطا عليها متوارب لحد ما يبدأ يغلي معانا، وبعد كده هنهدي النار اكتر ما احنا مهدينها. كده الفول ابتدى يغلي معانا، وهنلاقي المية بتاعته ارتفعت قوي. هنبدأ نشيل منها ونحطها في حاجة المية ديت عشان هنرجعها له تاني بعد كده، وبعد ما نشيلها هنبدأ نهدي النار عليه قوي زي ما قلنا. وكده يبقى شلنا المية لحد ما الفول يبتدي يبان معانا، ونخلي بالنا ان كل ما المية تزيد معانا لازم نعمل الموضوع دوت ونشيل المية علشان المية ما تفرش وتطفي النار. دلوقتي خلاص المية مش هتزيد في الفول، هتبدأ تقل، فاحنا هنزوده مية، المية اللي كنا شلناها من الفول قبل كده، بس ما نملاش للآخر برضو. دلوقتي هنوارب الغطا، ونخلي بالنا ان كل ما المية تقل هنبدأ نزودها، بس هنزودها مية سخنة. دلوقتي بقالنا 5 ساعات الفول على النار، وكل ما المية قلت نزودها بمية سخنة. دلوقتي خلاص هو داخل على السوا، هنبدأ نقلبه، وهنقلبه كده من تحت لفوق، وده هيبين لنا اذا كان استوى ولا لا. وهو خلاص قرب يستوي، وهنحط شوية مية سخنة، وهنسيبها لحد ما تغلي، وبعد كده هنسيبه حوالي ربع ساعة، وبعد كده هنطفي عليه. دلوقتي خلاص الفول خلص معانا. بعد ما طفينا عليه النار هنغطيه ونسيبه حوالي ربع ساعة لحد ما حرارته تهدى، وبعد كده هنفضيه في طبق، وبعد كده هنعصر عليه 4 ليمونات، وبعد كده هنشيل الليمونة اللي احنا كنا شايلينها نصين وحاطينها في الفول، وهنهرسها كويس وهنرجعها تاني للفول، وبعد كده هنقلب كله مع بعض كويس. وبعد كده هنقسم كمية الفول اللي عندنا في أكياس تلاجة وهندخلها الفريزر، وكده لما نعوز نستخدمها هنطلعها نخليها تفك، وبعد كده نستخدمها، وكده هتبقى تطلع معانا كأننا لسه عاملين الفول.